بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالتلميذات والتلاميذ الأعزاء المهتمين بالصروبان والحساب الذهني في هذه الحصة متعلقة بعملية القسمة باستعمال الصروبان. عملية القسمة باستعمال الصروبان هي شيئا ما صعبة، ولكن سنحاول أن نسهلها. أولا، تذكير بكتابة الأرقام. هنا الصروبان، رسم للصروبان، هذه أعمدة. رقم واحد يكتب هكذا، صفر يكتب هكذا فارغ. نلاحظ الأقراص الصفراء هنا، رقم واحد عندما يكون قرص فوق واحد يسمى واحد. اثنان بالصروبان، العدد ثلاثة يكتب هكذا بالصروبان، ثلاث أقراص قريبة من الخط الأفقي. أربعة، أربعة أقراص. خمسة، القرص الوحيد الفوقاني، نعم. ستة، القرص الأعلى وقرص واحد من الأسفل. سبعة، هكذا تكتب، لابد من التذكير بهذه الأرقام. ثمانية، هكذا تكتب، خمسة الفوق وثلاثة لتحت. وأخيرا تسعة، خمسة الفوق وأربعة لتحت، هي تسعة، لأن بهذه الأرقام يمكن كتابة جميع الأعداد كما نعلم. لنمر الآن إلى مجموعة عمليات تتعلق بالقسمة، وسنقتصر على أربع عمليات كما سنرى. العملية الأولى 897 مقسومة على جوج، ثم على ثلاثة، ثم على أربعة، ثم على خمسة. دائما نبدأ من اليسار، لاحظوا هنا نكتب على اليسار، على اليسار ثمانية، ثمانية هذه عوض تسعة، هذه ثمانية سنكتبها انطلاقا من اليسار، ثمانمائة، هذه ثمانية. ثم بعد ذلك بجانبه سنكتب تسعة، اثنان، ثلاثة، أربعة، والخمسة الفوقانية، أربعة والخمسة من الفوق هي تسعة. إذن كتبنا ثمانية ثم تسعة. الآن سبعة، سنكتب الآن سبعة، واحد، اثنان، تل، لا، نعم، خمسة، هذو اثنان زائد خمسة يساوي سبعة. إذن الآن كتبنا ثمانية، تسعود، سبعة. العمود الأسود نعتبره القسمة، ثم مقسومة على العدد اثنان، اثنان تنديرو اثنان كذلك. إذن ثمانية مقسومة على اثنان تعطينا أربعة والباقي صفر. نكتب أربعة في العمود الثالث انطلاقا من اليمين، أربعة، اثنان، ثلاثة، أربعة، نعم، والباقي صفر، بمعنى ننقص ثمانية من ثمانية. إذن العمود الأيسر سيبقى فارغا بمعنى صفر. إذن كتبنا أربعة. إذن الآن نمر إلى تسعة مقسوم على اثنان، عدد اثنان تساوي أربعة والباقي واحد. إذن نكتب أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، نعم ثلاثة، هذاك الثالث، أربعة، نعم، والباقي واحد. إذن نترك واحد في العمود الثاني من اليسار، ثم نقرأ بعد ذلك سبعة عشر. قد بعدنا سبعة عشر مقسومة على العدد اثنان تساوي ثمانية والباقي واحد. إذن نكتب ثمانية، اثنان، ثلاثة، هذه ثلاثة لتحت، خمسة الفوق، هي ثمانية والباقي اثنان. خص يبقى عندنا الباقي واحد، نعم الباقي واحد، هكذا. إذا الباقي واحد سنكتبه في مكانه. إذا هنا نكتب العدد واحد، نعم، ثم نكتب الخارج، الخارج عبارة أربعة، أربعة، ثمانية. إذا 448، أربعة، أربعة، ثمانية.
ثم نمر إلى العملية الثانية بنفس الطريقة. نعم، إذن 8 و 7 مقسوم على 2، الخارج 1 4 4 8 والباقي 1. إذن نرجع الأقراص إلى مكانها قبل أن نمر إلى العملية الثانية. لابد من ما يسمى تصفير الصروبان. إذن نرجع جميع الأقراص إلى مكانها ثم ننطلق. إذن بنفس الطريقة سنعيد كتابة 8 من اليسار، 800 هي 2 3، ثم 5 من فوق هي 8، بعد ذلك 9. نعم، دائما نبدأ من الأسفل، 1 2 3 4، و5 من فوق هي 9، ثم بعد ذلك 7، 1 2 و5 هي 7، مقسومة هو العمود الأسود على العدد 3. إذن عندنا 8 9 7 مقسومة على 3. إذن لننطلق، 8 مقسومة على 3 هي 2، الخارج 2 والباقي 2، إذن نكتب 2 على اليمين انطلاقا من العمود الثالث، 2 والباقي 2، إذن الخارج 2 والباقي 2 في 3 6، من 8 تبقى 2. إذا الآن سنقرأ 29، 9 هذه كما تلاحظوا و20 مقسومة على 3، الجواب 9 والباقي 2. إذا لنكتب 9 في العمود الثاني من اليمين، 2 3 4 ثم 5 هي 9 والباقي 2. نعم، نزيل 2 من تما ونترك 2 في العمود الثاني من الصروبان انطلاقا من اليسار. إذا الآن نقرأ 27 مقسومة على 3، الخارج 9 والباقي، الخارج 9 والباقي 0. إذا نكتب 9 في مكانها، 2 3 4 5 هي 9 والباقي 0. إذن نزيل تلك الأقراص الموجودة على اليسار، 0. فتكون النتيجة القسمة الثانية أو عملية القسمة الثانية، الخارج هو 0، الباقي هو 0. إذن لنكتب 0 في الباقي هو الأول، إذن الباقي 0. نعم، نكتبه في مكانه، والخارج كذلك نكتب 2 9 9 بمعنى 299، وهكذا نكون قد أجرينا عملية القسمة الثانية. لنمر، نعم لنمر الآن إلى عملية القسمة الثالثة. قبل ذلك ينبغي تصفير ينبغي تصفير الصروبان. الآن غادي نكتب 4، لكن قبل ذلك ينبغي تصفيره، ثم نكتب 8 9. ينبغي قبل ذلك تصفير على اليمين، 9 ثم هنا 7. إذن كتبنا 8 9 و7 مقسومة على 4. الآن ينبغي التصفير قبل أن نكتب الأعداد. الآن نصفر صروبان من اليمين لنكتب جواب العملية الثالثة. إذن لننطلق، 8 مقسومة على 5، الجواب 1 والباقي 3. إذن نكتب 8 مقسومة على 4 2 والباقي 0. نعم، الجواب 2 والباقي 0. ثم نقرأ 9،
مقسوم على 4، الجواب 2 والباقي 1. سنكتب 1 في العمود الثاني من اليسار. لنقرأ بعد ذلك، 7 17 مقسوم على 4، الخارج 4 والباقي 1. إذن 17 مقسوم على 4، نكتب 4، 1 2 3 أربعة والباقي 1. نعم، إذن الباقي 1 كما سنرى. إذن العملية القسمة الثالثة، الباقي ديالها 1 كما نرى، سنكتب في مكانه، والخارج 2 2 4، أي 224. 224، وهكذا نكون قد انتهينا من العملية الثالثة، 2 2 4. لنمر إلى العملية الرابعة والأخيرة بعد تصفير الصروبين، أي إرجاع الأقراص إلى مكانها لننطلق من الصفر. إذن نزيل تلك الأقراص بهدوء، بكل هدوء. نعم، العملية الموالية 897 مقسومة على 5، بنفس الطريقة ننطلق من اليسار. لنبدأ ب8، إذن هنا نكتب 8. تعمدت باش نكتب نفس العدد وأغير المقسوم عليه باش تكون الاستفادة أكثر. إذن لنكتب 8، 8 800، ثم 9 بجانبها، هذيك 8، 9، 1، يلا 1، 2، 3، 4، و5 من الفوق هي 9، ثم نكتب 7 كما سبق. إذن 1 2 ثم 5 هي 7. إذن كتبنا 8 9 7 مقسومة على 5. لا، نقسم على 5 ولا نقسم على 1، ينبغي إزالة هذاك الواحد. إذن 8 مقسومة على 5، دابا مكتوب 1 تما 5، مقسومة على 5 تعطينا 1 والباقي 3. دابا 37 مقسومة على 5 تعطينا 7، نكتبها على اليمين، 7 والباقي 2. لا ننسى أن القسمة على 5 وليس على 1، ينبغي تغيير هذاك القرص الأخضر، نهبط من الفوقاني الأحمر. إذا الآن عندنا 47 مقسوم على 5 تعطينا 9، 1 2 3 4 و5 نهبطها من الفوق هي 9. إذن 9 في 5 45، من 47 غيبقى الباقي 2. أذكر أن القسمة هذه على 5، ينبغي أن ننزل 5 ماشي 1، والباقي 2 هكذا. إذن الجواب النهائي الباقي 2 والخارج 1، 7 9، 1 7 9. إذن لنكتب 1 7 9، 1 7 9 هو الخارج. إذن العملية الأخيرة 8 9 7 مقسومة على 5 تساوي 1 7 9 والباقي 2. نعم، والباقي 2، فنزيل كذلك، نرجع الأقراص إلى مكانها لنصفر الصربان ثم ننطلق من جديد إذا أردنا. وهكذا نكون قد انتهينا من 4 عمليات بسيطة جدا، ممكن أن تنجزوا مثلها في أوقات أخرى. نعم.
وهكذا نكون قد انتهينا من هذه الحصة التي أتمنى أن تكون قد أعجبتكم. شكرا على انتباهكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.